ابينه لكم بالنسبه لدايره الرباط الاوتوماتيكي. دايره الرباط الاوتوماتيكي زي ما اتفقنا انها موجوده في قيادتين، قياده واحد وقياده اثنين، بل في الرباط الاوتوماتيكي او بل في الرباط التدريجي موجود في قيادتين، قياده واحد وقياده اثنين، تمام؟ طبعا دي مانومترات، دي مانومترات بتاع الضغوط، ودي بل في الخطر، يعني دي المانومترات اهي وده بل في الخطر، دي الخزانات اللي هي خزانات المعادله، دي خزانات المعادله التعويضيه اللي هي بتايه اي فقد او اي حاجه، فدي اسمها خزان التعويض او خزان اللي هي المعادله، تمام؟ علشان الدايره دي تتم اللي هي دايره الرباط الاوتوماتيك، والغرض منها الاساسي رباط الجراد مع العربيات في نفس التوقيت. فعشان كده انا عندي الهواء ماشي الرئيسي هينزل هيخش على بلف الرباط الاوتوماتيك او بلف الرباط التدريجي داخل ب 10 ضغط جوي، هيطلع زي ما اتفقنا ب 5 ضغط جوي. ده النادي اللي طالع منه، لكن بيحصل ايه؟ اليد دي حركه اليد التدريجيه اللي اتفقنا عليها للتسع نتوءات الموجوده في اليد النص دايره دي، بيحصل ايه؟ الرباط التدريجي بيتنقص الخمسه دي مره 4 من 10، بعد كده 8 مرات 15%. علشان التعليمات اللي بتتاخد من السواق، اليد دي بيحركها السواق، التعليمات دي كلها المفروض تبنيها، ده الغرض الاساسي ليها، بل في التقسيم. يعني كل حاجه بتحصل هنا الخط الهواء اللي نازل ده بالتدريج اللي نزل له اي حاجه يا خمسه يا اما ايه النقص بتاع الخمسه لغايه ما يوصل ل 3 و4 من 10. الماسوره دي هي اللي بتروح لبلف الرباط الاوتوماتيكي علشان على لبلف التقسيم. ليه؟ عشان هو اللي هينفذ عمليه الربط بين الجرار والعربيات، يبقى ده هو اللي بيتغذى اولا، وهو ده اللي بيطلع للايه؟ الخمسه دي او مشتقاتها اللي هي 3 و4 من 10 للعربيات. يبقى الماسوره دي ماشي فيها 5 ضغط جوي. ليه؟ عشان هي جايه من فين؟ جايه من الماسوره الرئيسيه دي، شايفين الماسوره الرئيسيه دي؟ هي دي الماسوره اللي حاليا واخده 5 ضغط جوي، اللي هو الرباط اللي بيديني يسمح لي القطر يربط مع الايه؟ مع الجرار مع العربيات. يبقى لازم يمر هنا عشان ده اللي هو بيغذي ده وبيغذي ده، اللي هي الجزره اللي هي بين الجرار وبين العربيات. وبالتالي انه الهواء لما بياخد الدرجات التدريجيه بتاعته من بلف الرباط التدريجي، هو بعد كده بينزل عشان ينزل على الديو 23 وعلى الديو 23 بتاع بوجي 1 وبوجي 2. كل بوجي ليه ديو غير عمليه الرباط المباشر اللي هي الديو 1 اللي هو 22 اللي هو في المنتصف ده. دي بتاعت الرباط المباشر، لكن دي البلف ده ديو 23 والديو 23 ده واحد بنقول عليه ايه والتاني بي، او واحد واثنين بوجي واحد او بوجي اثنين، دول مسؤولين على انهم يعملوا عمليه رباط. وفي نفس الوقت الرباط اللي بيتم هنا لازم يتم في الخراطيم دي اللي هي رايحه للعربيات، تمام؟ الخراطيم دي رايحه للعربيات للقطر اللي بيربط ورا الجرار. يبقى الاحساس اللي بيجي هنا اهو بيتفسر هنا، ده العقل المدبر لاتمام هذه الصفقه او هذه المبادره او هذا العمل، ما يتمش غير بواسطه هذا البلد. ده اللي بياخد تعليماته من ده، يعني سواء بيحرك ده وده اللي ايه بينفذ، ده اللي بيوزع الهواء وده اللي بيعمل ايه عمليه الرباط والتصريف بين الجرار كده، ينزل الجرار وكده يروح للايه للعربيات، تمام؟ علشان نشوف ازاي بيتم في العربيات هنشوف ايه على السبوره دلوقتي الكلام اللي هنقوله. ده العربيه وده الشاسيه بتاع العربيه. اسفل الشاسيه ادي الشاسيه بتاعي بتاع العربيه، يوجد مجموعه رباط. يبقى انا عندي مجموعه رباط متقسمه لجزئين، جزء اسمه اسفل الشاسيه اللي هو عباره عن خرطوم هواء 70، جزره هواء 70، ماسوره هواء 70 ماشيه بطول العربيه من الجزره للجزره. يجي في المنتصف في حاجه اسمها بلف التقسيم. ليه؟ عشان قلت لك الاستجابه لحركه يد الرباط التدريجي بالجرار بيستجيب ليها بلف التقسيم. فزي ما استجاب بلف التقسيم الموجود في الجرار، جميع العربيات في ان واحد
بتستجيب لهذه العملية من عملية الرباط أو التصفير. فلو أخذ عملية الرباط ونقص الهواء 5 ل 4.2 4 أو 3.4 بيدي تعليمات لمين؟ لده، بيقول لده اللي هو بنف التقسيم، أنا عايز أعمل رباط درجته كذا، فبيقول لي خزان طلع لي الهواء ويجي الهواء. بعد ما ده بيدي أمر الخزان الهواء، ده بيدي إيه؟ بيقول له أدي الهواء اللي أنت طالبه، روح مدخله على البستن. البستن ده عبارة عن إيه؟ ده بستن الرباط، عبارة أدي بستن وأدي إيه؟ العمود بتاع البستن، ده عمود البستن، وده إياي، يعني الجزء البرميلي ده الأولاني قبل الجزء المنشوري ده، الجزء ده برميل، فيه بستن وليه دراع، وبين البستن وآخر البرميل فيه ياي. الياي ده فردته بيخلي البستن واقف هنا عشان تصريف العربية، لكن أول ما يخش الهواء عشان يزق هذا الياي، علشان الدراع ده بدل ما كان في الموقف ده هيجي هنا، وبالتالي الدراع ده اللي كان آخره هنا، لا هيجي الدراع ده هيتحرك للنقطة دي مثلا، فالنقطة دي هتتحرك لجوه، هتأثر على مين؟ على مكنة الرجلاش. يبقى مكنة الرجلاش دي هي المسؤولة عن عملية الرباط والتصريف، بتعليمات من مين؟ من ده، وده بياخد تعليماته من مين؟ من يد الرباط التدريج أو المباشر في أي كابينة اللي هو بيسوق منها السواق. فده لما بياخد التعليمات بيتحرك حركتين، في حركة جهة الشمال، ده برميل عبارة عن برميل بيتحرك ناحية الشمال، بياخد ثلاث لفات عشان ينفذ المسافة من آخر البرميل لغاية هذا الكفة. الجزء ده اسمه كفة الأسطوب، يعني الحركة دي مقرونة بالنهاية بوجود الايه؟ كفة الأسطوب. المسافة دي اسمها ايه؟ المسافة دي من 4 ل 6 سم. طب بتعمل ايه المسافة دي؟ دي بتطلع على سيخ الرباط او ماسورة الرباط، بتعمل ايه؟ تروح لبوجي 2 وناخد فرق لبوجي 1. بيعملوا ايه؟ دول اللي بينفذوا عملية الرباط اعلى البوجي، يعني في عندي دايرة رباط اسفل الشاسيه اللي هي المجموعة اللي انا قلت لك عليها، الخرطوم، جزرة هواء 70، بل في التقسيم خزان هواء الرقيق الهواء 70، ده الايه؟ بيستم الرباط اللي بياخد تعليماته من ايه؟ بل في التقسيم. الهواء بيخش من هذا من الماسوره دي ويدفع البستم، والبستم يحرك الدراع، والدراع بيتحرك ويدي الاشاره لمين؟ لمكنه الرجلاش. مكنه الرجلاش حدودها محدوده اللي هي من 4 ل 6 سم. ايه هي ال 4 ل 6 سم؟ دي اللي تمثل الاربع عجلات والفرامل اللي متركبه عليها. لو شفنا اي عجله من العجل ليها فرمله من امام وفرمله من خلف، او فرمله ايه ده بالنسبه للعربيه، بالنسبه للجرات طبعا تختلف، 2 و2، كل عجله فرده عجل ليها فرملتين من امام وفرملتين من الخلف، دول اللي هم يبقوا 4، ويبقى الفرده الثانيه يبقوا 8، 8 في 6 عجلات بقى 48 فرمله بالنسبه للجرات الهنش. اما بالنسبه للعربيه عندي انا ايه؟ كل عربيه كل فرد التصادم فردة عجل ليها 4 فرملتين، واحدة من أمام واحدة من خلف، والفردة الثانية فيها 2، يبقى لما أضرب الاثنين دول العجلتين في الأربعة يبقى 8 فرملات في الأمام و8 فرملات في الماسورة اللي في البوجي الثاني. يبقى أنا عندي هنا لما يكون كل عجلة أمامها فرملة من قدامها وفرملة من وراها، المسافة القانونية بين الفرملة وبين الطبان العجل من نص الواحد سنتي. طب ليه أنا قلت كده؟ لو قلت نص واضربه في 8 اللي هي كل فرمله ب2، كل عجله ب2، لما اضرب الاثنين في 4 ب8، 8 في نص بيديني 4 سم. طب وليه انا قلت 6؟ لما يحصل يكون عندي العجله نفسها فيها الطوق بتاعها خف، فانا بعوض عن طريق الايه؟ المسافه الباقيه من الاربعه للاثنين، من الاربعه للسته دي في فرق 2، ده اللي بيعوض الفرق ده. طب الفرق ده لو ما كفاش بعمل ايه؟ مكنه الرجلاش دي مش هتعمل. يبقى انا في اعلى البوكي في حاجه اسمها المقص، المقص ده ليه خرمين لنقل الايه؟ لتقريب المسافه بين الفرمله والعجله، او توسيع المسافه بين الفرمله والعجله. ده انا حبيت انوع عليه علشان بعد كده انا بعد ما اخلص البوكي ده كده اهو، اخلص المجموعه بتاعت الرباط اللي هي اسفل الشاسيه بتاع العربيه، هخش في البوكي عشان اربط لك بين دايرة الرباط الاوتوماتيكي الطبيعية بتاع درجة الهواء، ودايرة الرباط اللي هي موجودة في العربية وبتنفذ تعليمات بلف رباط الايه؟ التدريب.
يبقى احنا المحاضره الجايه باذن الله هناخد ازاي المجموعه دي بتاثر على البوجيين عشان يربطوا، عشان زي ما شفنا البوجيين دول بيربطوا ازاي، فالتوقيت ده بتاع رباط البوجيين دول هو نفس التوقيت ده بتاع الايه البوجيين اللي تحت العربيه، علشان الاثنين لازم يكون زمن رباطهم واحد وزمن تصريفهم واحد. طبعا زمن الرباط من 3 لـ5 ثانيه، اما زمن التصريف من 15 لـ20 ثانيه. دي حاجات اساسيات لازم تكون عندنا، المسافه دي اساسيه تكون عارفها. المسافه بين العجله في الجراح في العربيه وبين الفرمله نص سنتي، من نص لواحد سنتي. الكلام ده لازم تكون ايه اساسيات في دماغك عشان تعمل الربط بين المسافه اللي هي ايه دي اللي قلت لك من 4 لـ6 وبين المسافه اللي هي بين العجله وبين طبعاً العجله. طبعا انا حاولت ادي لك حاجه سريعه هنا عشان اخليك متيقظ على الجزء اللي ايه اللي هنخش فيه بعد كده اللي هو البوجي، عشان اربطك بين دايره الرباط اللي هي اساسا مسؤوله عن رباط الجرار والعربيات في نفس التوقيت. لازم يبقى نفس التوقيت في الرباط ونفس التوقيت في التصريف علشان ما يحصلش مشكله في العجل وتطلع ايه تعمل عمليه بطح او اي مشكله من مشاكل عوارض في العجل. الكلام ده نهايه الكلام ده عشان هنبتدي الايه في بعض التفصيلات هقولها لك في الايه في دايره الرباط اللي هي اسفل الشاسيه، وبعد كده هتكلم في دايره الرباط اللي هي اعلى البوجي. من هنا ان شاء الله لغايه إيه؟ عايزكم تذاكروا الحته دي كويس عشان لما اجي اربط الاثنين مع بعض اسفل الشاسيه وعلى البوجي بالنسبه للعربيه ورباط الجرار اللي هو شيء واحد يعتبر، لازم تكون انت متيقظ بالكلام ده وفاهمه عشان لما نخش على البوجي ومشتملات البوجي نقدر نربط الاثنين ببعض.